لله فتحوا لنا مكتبة عمومية نستغلوها في العطل، نجيو هنا وإن شاء الله تكون بالفايدة. ونشكروا الوزيرة على قبول الدعوة ونرحبوا بها في القرية نتاعنا. الوزيرة استقبلناها وفتحنا لها الأبواب، جات في هذه المكتبة، وهذه المكتبة بإذن الله وإن شاء الله راح نوفرها للتلاميذ والأطفال لهذه البلدية، بلدية المصارة، لنوفر هذه المكتبة للتلاميذ خاصة في العطل. هو في الحقيقة المتحف زربية بافار هو أول نقطة كنا قد وقفنا عليها هذا الصباح. المشروع في بدايته في الحقيقة عرف عدة عراقيل في بدايته، ولكن الحمد لله بفضل يعني تدخل وإرادة السلطات المحلية على رأس السيد الوالي تم رفع كل هذه العراقيل وبدأت الأشغال به. هو متقدم بنسبة 11%، وإحنا كنا طلبنا من مدير الثقافة أنه يبدأ في تحضير المشروع العلمي وسينوغرافيا هذا المتحف وكل وتحديد يعني كل الحاجيات من ناحية التجهيزات التي ستساهم في فتحه ووضعه حيز الخدمة طبيعة الحال من أجل جرد أولا هذا النوع من الضربية وكل ما يتعلق بها ورقمنته أيضا، وحتى تكون يعني موروث ثقافي. هو في حقيقة موروث ثقافي تحتز به المنطقة، وهذا المتحف التفسير يعني نوعا ما سيساهم في الحفاظ عليه للأجيال القادمة. في إطار البرنامج التكميلي الذي خص به السيد رئيس الجمهورية ولاية خنشلة أجل الوقوف على المشاريع التي تم تسجيلها في إطار هذا البرنامج التكميلي ومشاريع أخرى من أجل تفقدها، كانت لنا عدة محطات. تشرفنا بتدشين ثلاث هياكل ثقافية، مكتبة عمومية ببلدية المصارة استلمناها وقمنا بتقديم هبة من 5000 كتاب لهذه المكتبة، وقمنا بتعزيزها أيضا بالموظفين حتى تدخل مباشرة حيز الخدمة. ستكون لنا أيضا وقفة في دار الثقافة. هذا الهيكل استفاد هذه السنة من خلال قانون مالية 2024 من غلاف مالي يقدر 73 مليون دينار من أجل إعادة التهيئة الوطنية للبحث في علم الآثار من أجل القيام بمشروع علمي، وهو ما المشروع الذي سيسجله المركز في المجلس العلمي القادم في شهر فيبري. هذا المشروع هو مشروع للأصبار للتنقيب وتثمين قصر البغاي أي قصر الكاهنة. شوف قطاع الثقافة في الحقيقة احنا عدنا 12 مشروع رقمنا على مستوى وزارة الثقافة، بما فيها النظام الجغرافي الآلي، وقمنا مؤخرا بورشات جهوية، وإن شاء الله سننظم تظاهرة كبرى من أجل عرض حصيلة الرقمنة في قطاع الثقافة. السنة سجلنا إنشاء لمكتبتين، مكتبة ستكون في 2024 هي في عين طويلة، ومكتبة المصارة التي تم تسجيلها هذا الصباح ستكون في 2025، واحدة في 2024 واحدة في 2025. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.